بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إخوة الأخوات، السلام عليكم. كثير منا وكثيرات من الأخوات يعرفنا اللدون أو يسمى باللغة العربية اللدن. هذا اللدون هذا شحال من واحد تيخدم به وما عارفش الأضرار ديالو وما عارفش السلبيات ديالو وما عارفش العواقب ديالو، وشحال من واحد تيخدم به وما عارفش الايجابيات ديالو، لانه ولو استعمل بس ب ب ب بس ب يعني بطريقه سلبيه راه ترجع لك بالسلبيات، ولا استعمل بطريقه ايجابيه رجع لك بالايجابيات، وكل بامر الله، وما يضر وما ينفع الا بامر الله. تنشوفوا الكثير من القنوات، الكثير من النساء، الكثير من الفقهاء، الكثير من الشيوخ، الكثير من الصفحات تيروا الناس الطريقه كيفاش ديال الخدمه ديال الدون، وكيفاش لازم تفك هذه وفك هذه وفك هذه وفك هذه. هادشي كله كذب وبهتان، واللي بغى يوصلنا شي حاجه خاصو يوصلها بدرايه وبعلم وبحكمه وبمشيخه وبورد وبإذن وبمصاحبه شيخ لمده من السنوات لتعلم القواعد وتعلم الاصول وتعلم تتكون من خبرة الشيخ ومن خبرتك أنت أيضا، وتتكون من 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 ما يور أمامك من حالات مرضى، من الجن، السحر، من الثقافات، من الربط، من الرصد، من الجلب، التهييج، البغضة، الفراق، أي معالجة هذه الحالات. لأن قدرة الدون هذا يخدم به السحر المحبة، قدرة الدون هذا يخدم به السحر الجلب، قدرة يخدم به التهييج، قدرة يخدم به التقاف، يقدر يخدم به التوقيف، يقدر بهذا الدون هذا يقدر يوقف لك دكان، يوقف قيطون، يوقف سيارة، يوقف شاحنة، يوقف أي حاجة يوقفها يوقفها إذا كان شيخ متمكن. ولكن باش نتعلموا حنا كيفاش نواجهوا هذا الشيء ونعالجوا روسنا من هذا الشيء، خاصنا ضروري نستعنوا بالله أولا وشي شيخ يكون متمكن وعنده خبرة في الميدان، ماشي غير تيكوبي كولي وتيلوح في القناة ديالو ولا تيلوح في الصفحة ديالو من أجل المشاهدة وعدد الابونيات ومن عدد المشاهدين ومن عدد السوايع ديال المشاهده، وتوصل الناس واحد الفكره خاطئه، وديك الفكره تقدر تدمر الناس. لان اي حاجه فوق الارض عندها خادم ديالها خالق الله عز وجل، حيت الدول عندها خدام ديالهم من الشياطين ومن الجن المؤمن. اي حاجه فوق الارض عندها خدام ديالها وعندها السلبيات ديالها وعندها الايجابيات ديالها. هادشي مع المنى الشيوخ وما تعلمنا زيد على الخبره،